وينك هلا يا سليمان؟ سنبل، أمرك مولاي. جهزوها لهيام وبعتوا لي إياها. هيام؟ إيه، الجارية الروسية ألكساندرا صار اسمها هيام. مولاي، شو ما سمعت؟ هيام معاقبة وهي بالسجن. كيف معاقبة؟ مين بيتجرأ أنه يعاقبها؟ قل لي مين؟ والد؟ لك شو أحكي؟ والدة حضرتك هي اللي عاقبتها. طالعها من السجن فورا. لساتك واقف؟ دخيلكم يا الله، دخيلكم دخيلكم. ما وقعتي يا قلبي. شو صاير لك سنبل؟ خير، ليش مستعجل ولوين رايح؟ رايح طالع هيام. السلطان عرف بالقصة. بلكي والدة السلطان زعلت. انتي نفذي كلام والدة السلطان وانا بنفذ كلامه. يا در هذا السلطان، السلطان بلا ما تروح رقبتي. قومي او موة. اتركوني بعيد عني. خرسي، كان السلطان رح يطير لي راسي من ورا عنادك وكبر راسك. يلا خلصوني، طالعوها يلا. فهمني كيف بيصير هالشي يا ابراهيم؟ ليش ما لك خبر؟ مولاي السلطان، انا ممنوع ادخل على الحرم لك، فكيف بدي اعرف هالشي؟ المشاكل اللي بتصير هنيك صعب اوصلها. مفروض انك تعرف يا ابراهيم، انت من حاملين الاختام، المسؤول خاص عن جناحي، والمفروض تعرف كل شي عم بيصير هنيك. واذا ما عرفت فهذا الشيء ضعف منك. امسحوا لها ايديها ووشها وبدلوا لها ثيابها. يلا بسرعه. لك يلا بسرعه، ما في وقت. ليش وين كانت هيام لحتى صاير فيها هيك سنبول؟ اشتغلي شغلك عايشه، لانه ما دخلك وين كانت، فهمتي؟ يا ربي، ان الله مع الصابرين. هيام فتحي عيونك. هيام شو صاير لك؟ فتحي عيونك وشوفي وين صرتي. هيام، السلطان طالعك من السجن. يلا قومي بقى، إذا ما بتفيقي والله رح تندمي. هيام فيقي. هيام، لا تبكي حبيبتي، لا تبكي. جيبوا لها الحكيم، سقوها وطعموها واهتموا فيها.